طبعا في خمس قوى، في خمس قوى بتحكم في العالم، امريكا وروسيا والصين. طبعا في قوى بتحكم في العالم. القوى الخفيه اللي هم اليهود، اللي هم متمثلين في ايه؟ في الماسونيه. جميل، هم دولت الناس اللي متحكمين في العالم. طبعا موجوده، لازم الناس تفهم الكلام ده. اليهود هم سبب خراب الدنيا كلها. اكيد طبعا في قوى عظمى بتتحكم في العالم. طبعا في قوى بتتحكم في العالم، عندك اللوبي الصهيوني الامريكي بيتحكم في العالم. امريكا طبعا بتتحكم في العالم. بالفعل في هناك عائلات بتتحكم في العالم وعلى رأسها الماسونيه العالميه. اغنى عائلات في العالم معروفه لكل الدنيا، اغنى عائلات في العالم العائلات اليهوديه، وبعديها امريكا او اوروبا. انا عندك في امريكا اعتقد ان في واحد بس ناسي اسمه ترامب، من ضمنهم ترامب ده اللي هو دونالد ترامب اللي هو بتاع امريكا ده، من ضمن الناس الاغنياء في العالم يعني، من مليارديرات يعني. بيل جيتس هو اغنى واحد في العالم. صاحب شركه سكاي نيوز ناسي اسمه، ده شخص يهودي بس ناسي اسمه في الوقت الحالي. في طبعا شركات عملاقه في امريكا بتتحكم، في روسيا بتتحكم. اكيد العائلات ديت للاسف الشديد ما بيتعرضش عنها، او بمعنى اصح ما فيش اعلام بيقدر يتكلم فيها، لكن العائلات ديت موجوده وهي اللي متحكمه. يعني ثق تمام ان هي كمان هي المتحكمه في العالم كله، هي اللي مسيطره ومنتشره في كل جميع الدول، وليها في كل الدول ناسها اللي متحكمين، عباره عن جماعات خفيه، عباره عن جماعات ظاهره بس مش بشكل واضح، لان هم يقدروا هم يتحكموا في العالم ويقدروا يسيطروا على كل شيء في العالم. اكيد طبعا طبعا طبعا. وفي تابع لهم من الحكام العرب موجود منهم. طبعا طبعا، هم دول بتوع الماسونيه معظمهم، معظمهم، والاسماء موجوده ومن السهل اللي احنا نعرف اذا كانوا اعضاء ولا لا. لا انا ما اعرفش حاجه عن الماسونيه، انا اعرف ان في 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 خطه لتقسيم الشرق الاوسط، قوه خفيه مش ظاهره. جميل، لكن المفروض ان هي معروفه لينا. جميل، لكن هم بيتكلموا في خفا او بيتكلموا في حدود معينه. جميل، في قلب اسرائيل، في قلب امريكا، في قلب اوروبا، في قلب العالم العربي. حركه عالميه عايزه بتمشي ورا مصالحها. عباره عن يعني منظمه ليها تفكير واحد وراي واحد وليهم قرار واحد في النهايه، وبيتحكموا في العالم عن طريق القرار ده، وليهم افكار واحده وطريقه واحده وتيار واحد ماشي في العالم كله ما بيتغيرش. اللي هم بيعتبروا الناس الصهاينه هم اللي بيتحكموا فيه، دي الماسونيه. لا ما اعرفش يا جماعه. اللي هي المنظمه اليهوديه اللي بيسمينا نفسهم الربانيون النوريون، ودي بتتحكم في العالم عن طريق شركات اقتصاديه كبرى. ما اعرفش، انا اعرف ان يعني مثلا صاحب شركه مايكروسوفت اللي هو اسمه بيل جيتس ده هو برضه من ضمن الناس. انا اعرف ان في امراء عرب كمان. الاعضاء زي ما قلت لحضرتك قبل كده بيل جيتس، وممكن برضه منهم رؤساء دول كبار من ضمنهم العرب يعني، واعتقد منهم السيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك يعني. لا في ممكن يقال هيفاء وهبي من ممثلين، يقال بعض لعيبه كره القدم مثل ميسي، في مغنيه عالميه اسمها كات بيلر ديت قالت انا من عبده الشيطان، انا سلمت روحي للشيطان وهبتها للشيطان. في عرب وفي شخصيات عالميه على مستوى العالم يعني. انا اعرف ان اللوبي الصهيوني هو اللي متحكم في العالم كله، هو اللي متحكم في اقتصاد امريكا، هو متحكم في اقتصاد العالم كله. برضه هرجع اقول لك هي من 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 الحركه نفسها، من اليهود نفسهم، هم اللي بيتحكموا في كل حاجه، في كل الثروات الموجوده على مستوى العالم.